الأربعاء 23 من مارس، حلقة جديدة من اقتصاد بلس وتتابعون معنا الليلة. وزارة الاقتصاد تنفي صدور قرار بتحديد السلع وقرار بمنع تصدير الأسماك بكافة أنواعها من ليبيا، وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية الغلاء يضرب الأسواق العربية. هذه مختلف مواضيعنا لليوم، والبداية تكون كالعادة مع صدى الأخبار. الزميل وائل أحمد ينضم إلينا مباشرة من طرابلس لمدينة بآخر الأخبار الاقتصادية التي تناولتها صحيفة صدى الاقتصادية. وائل، مساء النور ومرحبا بك. مساء الخير وفاء، أهلا بكل المشاهدين. نعم وائل، انطلق معك حيث تحصلتم على عدة مراسلات تخص هيئة مكافحة الفساد، وتتضمن أولها مراسلتهم لمدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، وكانوا طالبوا فيها بإحالة مستندات التي تمت بها حوالة مقدرة ب 73 مليون و 500 دولار لتوريد لقاح كورونا. ما تفاصيل هذه الوثائق وائل؟ نعم، هذه قضية متفاعلة حاليا، تحصلنا فيها على عدد من المستندات الخاصة. هيئة مكافحة الفساد خاطبت عدد من المؤسسات بين وزارة الصحة وأيضا وزارة المالية والنائب العام. يعني نحن هنا نتحدث عن القيمة التي ذكرتها الآن 73 مليون دولار تم جلب بها لقاحات خاصة بمكافحة فيروس كورونا. الهيئة تقول وطالبت من المصرف المركزي إحالة المستندات التي تمت فيها هذه العملية، عملية التحويل لصالح شركة تلك التي تم توريد بواسطتها توريد هذه اللقاحات. الهيئة أيضا طالبت وزارة الصحة بأن توافيها بالمستندات التي تمت عن طريقها معاملات التوقيع ما بين وزير الصحة ووزير المالية في هذا الصدد. أكدت وزارة الصحة من خلال هذه البيانات التي قدمتها بأن الأساس الذي بني عليه توقيع وزير المالية أن هذا الإجراء كان غير صحيح وخارج وزارة الصحة، منظومة وزارة الصحة. ديوان المحاسبة من خلال تواصلنا معه قال بأنه يتحفظ في ذلك الوقت تحفظ على هذه الإجراءات لوجود شبهات حول هذا الموضوع. القضية لا زالت في تفاعل، وسوف نوضح أكثر خلال قادم الأيام فور صدور أي إجراءات أو أي تصريحات بخصوص وقت. أكيد. طيب أمر معك لملف آخر، وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية يخلف السفاو يقول أن الإفراجات شملت 7000 موظف ولم يبقى إلا قلة سيفرج عن مرتباتهم قريبا، ويقول أنهم قسموا ليبيا إلى 27 مكتب تتبعه المعاهد الفنية المتوسطة لإنهاء المركزية. قدم لنا أكثر تفاصيل وائل. نعم طبعا، الذين شملتهم الإفراجات الأخيرة التي قام بتحويلها السيد علي العابد إلى وزارة المالية 7000 كيف ما ذكرتي. الجزء الآخر من التصريح كان يتحدث حول علاوة الحصة المتراكمة منذ عام 2016 وحتى هذه اللحظة. قال بأنه لم يتم اعتماد هذه العلاوات بسبب عدم وجود ميزانية خاصة بالحكومة من قبل واعتمادها من قبل مجلس النواب، لهذا حدثت عملية تراكم لهذه العلاوات وصلت حتى قيمة 111 مليون دينار ليبي. هذه أبرز التصريحات حول هذا الموضوع، العلاوة متوقفة حتى هذه اللحظة. وائل، هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس أصدرت كتابا موجها إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة محمد بن عياد حول كتابين للشركة بتكليف مدراء عامين لشركتي ليبيانا والمدار الجديد. ماذا جاء في هذا الكتاب؟ هذا الكتاب يوضح بأن هذه الإجراءات مخالفة للقوانين المتعلقة بالنشاط التجاري، وطالب هيئة الرقابة الإدارية طالبت من السيد عياد إيقاف هذه الإجراءات بالخصوص وعدم استكمالها باعتبارها مخالفة للإجراءات المعمول بها. فهذا كان فحوى هذه الرسالة من هيئة الرقابة الإدارية إلى السيد عياد. طيب هو وائل، في نفس الإطار تحصلتم أيضا في صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية للقابضة للاتصالات، وذلك بشأن اعتبار كتابهم الخاص بمنح الإذن لتغيير مجالس إدارتي شركة ليبيانا والمدار كأنه لم يكن. نعم صحيح سيد دبيبة، ومن خلال هذه المراسلة
لغى جميع المكاتبات السابقة، حيث أوضح بأن هذه المكاتبات قد فسرت على شكل خاطئ وبالتالي اعتبارها كأن لم تكن، وبالتالي هي تتسق مع هذا الكتاب الذي ذكرناه قبل قليل الخاص بهيئة الرقابة الإدارية والذي ينظم عملية الإدارة في شركات الاتصالات في ليبيا، شركة ليبيانا وشركة المدار. نعم، نمر معك لموضوع آخر حول الخبير الاقتصادي عبد الحميد الفضيل الذي تحدث لكم حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص إمكانية تعديل سعر الصرف وتعزيز قيمة الدينار الليبي في ظل الإنفاق الحكومي. ماذا كان رأيه في هذا الموضوع وائل؟ رأي السيد الفضيل أن هناك عاملين أساسيين في هذه المرحلة يجب أن يتما حتى يتم تعديل أي يعني سعر صرف مستقبلي. قال العامل الأول يتعلق بإنفاق الحكومة في هذا العام 22 كيف سيكون. العامل الثاني قال بأنه يتعلق بواردات النفط، الإيرادات المالية جراء عمليات بيع النفط. قال بأن هذه العملية الآن تشهد ارتفاع، لربما إذا استمرت على هذا الحال سوف تكون هناك يعني مبشرات بخصوص تغيير سعر الصرف ولكن بشكل بطيء. قال بأن هناك محدد آخر سوف يتحكم في هذه المسألة، مسألة صرف علاوات الأبناء التي تتم حاليا ومسألة المرتبات التضخم الذي يحصل الآن في عملية صرف في الكادر الوظيفي العمومي وأيضا دعم المحروقات التي تتم في هذه المرحلة. كل هذه محددات وعوامل رئيسية قال بأنها ستقف أمام أي تعديل في سعر الصرف في العملية المستقبلية التي سوف ينوي القيام بها مصرف ليبيا المركزي بالخصوص. نعم وائل، شكرا لك على كل هذه التفاصيل التي قدمتها لنا. نهاية فقرة صدى الأخبار، نمر لفقرتنا الموالية جولة في أهم الأخبار. الأخبار الاقتصادية نستهلها بالعناوين. وزارة اقتصاد الوحدة تنفي صدور قرار بتحديد السلع. منع تصدير الأسماك بكافة أنواعها من ليبيا. وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية الغلاء يضرب الأسواق العربية. نفت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية صحة ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشأن قرار لتحديد بعض أسعار السلع ووصفته بالمزور. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن قرار تحديد أسعار بعض السلع قيد الدراسة والأعداد، وسيتم نشره فور اعتمادها على الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي. وكان الحويش قد أعلن على حزمة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث قال أنه سيتم تكليف موردي السلع الأساسية بتوريد من المصدر على أن تقوم الدولة باستلام تلك السلع من الموانئ أو من المخازن ويدفع لها هامش ربح وفق القانون، ويتم توزيعها عن طريق الجمعيات أو بأي طريقة مناسبة أخرى تراها الدولة، مشيرا إلى أن الدولة ستتحمل الزيادة في السعر بشكل دعم إضافة إلى تخفيض الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن. وأضاف الحويج أنه من الممكن أن يتم دفع قيمة الدعم نقدا لما يعادل 60 دينارا للفرد، وذلك وفق الرقم الوطني لكل أسرة، مضيفا بضرورة دفع قيمة غلاء الأسعار لأصحاب الدخل المتدني. وطالب الحويج تجار السلع الأساسية بتوفير مخزون سلع لا يقل عن 3 أشهر عن كل سلعة يتاجرون بها. وختم الحويج أيضا بالتأكيد على ضرورة ملاحقة من يضر بالأمن الغذائي والمضاربين والفاسدين في قطاع التجارة ومحاسبتهم. تكليف موردي السلع الأساسية بالتوريد من المصدر على أن تقوم الدولة باستلام تلك السلع من المواني أو بالمخازن ويدفع لها هامش ربح وفق القانون ويتم توزيعها إما عن طريق الجمعيات أو أي طريقة أخرى مناسبة تراها الدولة، وتتحمل الدولة الزيادة في السعر في شكل دعم وتخفيض الأسعار وبما يتناسب ودخل المواطن. اقترح البعض بديل آخر وهو تفعيل صندوق موازنة الأسعار شرقا وغربا وتسوية ديون الشركات الموردة للسلع عن طريق فتح اعتمادات لتلك الشركات بقيمة الديون المستحقة لها لتوريد السلع الأساسية وتوزيع السلع المشار إليها عن طريق الصندوق موازنة الأسعار. أيضا كبديل
ممكن أن يتم دفع قيمة الدعم نقدا، وهي في حدود 60 دينار للفرد وفق الرقم الوطني لكل أسرة. أيضا ضرورة نتيجة لقصر الوقت ضرورة دفع قيمة غلاء المعيشة حاليا لمتدني الدخل وفق القانون رقم 27 لسنة 2011، وإيجاد آلية مع وزارة الشؤون الاجتماعية لمحدودي الدخل والذين لا يملكون مرتب، وهو حل مؤقت لمدة 3 شهور إلى حين وضع آلية ثابتة لدعم زيادة الأسعار. أن يقوم تجار السلع الأساسية بتوفير مخزون سلعي لا يقل عن 3 أشهر في كل سلعة يتاجرون به. أيضا تم اقتراح ضرورة إنشاء ديوان الحبوب ليقوم بدوره في الحصول على توفير مخزون استراتيجي لا يقل عن 6 أشهر من القمح الطري وشراء القمح الصلب من الإنتاج المحلي وتوزيعه على المطاعم. وفي هذا الإطار نناقش هذه الإجراءات وهذا الموضوع مع الدكتور إدريس الشريف الخبير الاقتصادي الذي ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف. دكتور مساء النور ومرحبا بك. دكتور هل تسمعني؟ يبدو أن الخط انقطع، نواصل ومن ثم سنعود للدكتور إدريس الشريف. إذن نواصل معكم ونمر لموضوع آخر ولكن في نفس الإطار أيضا، حيث أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد لحويش قرارا يقضي بمنع تصدير الأسماك بجميع أنواعها من ليبيا إلى خارجها، وذلك وفق ما جاءت به المادة الأولى من القرار. وألزمت المادة الثانية من القرار جميع الجهات المختصة بضرورة تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره الذي صادف 22 من شهر مارس الجاري، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه. وتواجه الثروة السمكية في ليبيا خطرا محتقا يهددها، ويتمثل في استخدام المواد المتفجرة محلية الصنع لصيد الأسماك، وهو ما عاد استنزافا للمخزون السمكي في البلاد. أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أكد أهمية دعم المؤسسة الوطنية للنفط من خلال اعتماد الخطة التقديرية السنوية وتوفير الموارد المالية اللازمة لها. من جانبه أكد محافظ مصرف ليبيا المركزية الصديق الكبير أكد أن الاهتمام بإنتاج النفط أصبح ضرورة ملحة، مبديا استعداد المصرف لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط. وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من جانبه مصطفى على أن هناك صعوبات تواجه المؤسسة في أداء مهامها، منها دعم العاملين في الحقول النفطية واعتماد الخطة التقديرية المقترحة لعام 22 التي من خلالها يمكن زيادة القدرة الإنتاجية. أزمة النقص في الوقود ما زالت تلقي بظلالها في عدد من المدن الليبية. كاميرا اقتصاد بلاس رصدت لكم آراء المواطنين في هذا الإطار وهكذا كانت إجاباتهم. أزمة الوقود طفت وأرقت كاهل المواطن، ونسأل الله رب العرش العظيم إن شاء الله غير تمشي الأمور إن شاء الله يا رب العالمين وتتحسن من أفضل لأفضل. يعني حقيقة يعني في السوق السوداء وصلت لقريب 60 و70، والمحطات اللي عندنا حقيقة يعني حتى التزويد اللي زودوا فيهم نبوا زيادة في الكمية، وعندنا بعض المحطات حتى هي ما تجيهاش، وبالشهور وبالست شهور 7 شهور. فالمواطنين كلهم تعبوا من هالأزمة هذه. الوقود في منطقة غات بل في منطقة الجنوب بالكامل حقيقة أن تو قرابة 10 سنين أن منطقة الجنوب تعاني من الوقود ومشتقاتها بالكامل، يعني الغاز، النفط، البنزين، الغاز، الزيوت كلها تعاني منها بحجة أن الجنوب فيه تهريب. حتى لو أن الجنوب فيه تهريب في جهات أمنية تحد منها التهريب، حتى لو ما قدرتش عليه تماما تحد منه، لكن المواطن المسكين شن ذنبه أنه يأخذ ال 20 لتر بنزين اللي يأخذوا فيها مناطق الساحل باهي بقيمة 3 دينار، 20 لتر بنزين يأخذ فيها ب3 دينار، وفي المناطق الجنوب ونتكلم على غات بالأخص توصل ل 60-70 دينار.
الحقيقة المنطقة تعاني من عدم تواجد الوقود بصفة مستمرة. كل الشركات عندنا ما يقارب اللي هي 3 شركات الآن اللي موجودة في غات اللي هي ليبيا نفط والراحلة والطرق السريعة، لكن مستودع سبها يزود فيها مرة في الأسبوع ولا في مرة في 10 أيام. نحن الحقيقة نطالب الحقيقة الحاكم العسكري ولجنة الأزمة في سبها أن تنظر نظرة خاصة لمنطقة غات. ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع مسؤول بصندوق النقد الدولي العمل والشراكة بين المركزي والصندوق الدولي للارتقاء بالسياسات النقدية والمالية في ليبيا وضمان الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في البنوك المركزية. وأكد الجانبان خلال الاجتماع على تعزيز جهود التواصل ودعم فريق الصندوق لفتح باب النقاشات مع مؤسسات الدولة الأخرى لتقييم بعض السياسات المالية والتجارية والوضع الاقتصادي بشكل عام. وبحسب مكتب الأعلام بمصرف ليبيا المركزي، فقد أثنى خبراء صندوق النقد الدولي على الدور المحوري الذي لعبه المصرف المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والاستدامة المالية طيلة السنوات الماضية. في موضوع آخر، عقد بمقر ديوان بلدية سرت اجتماع موسع خصص لبحث آلية تفعيل مشاريع التهيئة العمرانية والاستفادة من بيع 2800 قطعة أرض بأسعار رمزية لحل أزمة السكن في المنطقة. وقال مدير مكتب الأعلام ببلدية سرت محمد الأميل إن الاجتماع خصص لتدارس آلية تفعيل مشاريع التهيئة العمرانية بالبلدية والمواقع المستهدفة بالتنفيذ. وأضاف الأميل أن الاجتماع تدارس كيفية الاستفادة من نحو 2800 قطعة أرض عبر بيعها بأسعار رمزية للاستفادة منها في حل مشكلة السكن بالمدينة، مشيرا إلى أن شركة التهيئة العمرانية جهزت سابقا المخططات التي تشمل بناء مؤسسات تعليمية وخدمية وغيرها. أما في ملف آخر، امتدت تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية إلى معيشة الشعوب العربية، إذ بدأت أسواق العديد من دول المنطقة الدخول في دائرة الغلاء مجددا، ومن هذه الدول الأردن والسودان ومصر والمغرب وسوريا. ويأتي ذلك رغم التحركات الحكومية التي استهدفت تأمين المخزونات الكافية من السلع الضرورية وضبط الأسواق من أجل تخفيف الأزمات المعيشية التي يواجهها المواطنون. إذن مشاهدينا، ننطلق بالأردن، حيث تتابع حكومة الأردن باهتمام حركة الأسواق العالمية ومدى تأثرها بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكونها تستورد ما نسبته بين 80 و90% من حاجياتها من المواد الغذائية من الخارج، وكذلك احتمال ارتفاع الأسعار ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان المعظم. كذلك يستورد الأردن كامل احتياجاته من النفط والغاز والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج. وأعلنت شركات تجارية أردنية حدوث ارتفاعات في أسعار بعض الأصناف الغذائية كزيوت النباتية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث يستورد الأردن كميات كبيرة من الزيوت النباتية من أوكرانيا ما قد يؤثر بالمخزون منها. الأردن يستورد الحبوب والحديد من أوكرانيا، ويستورد نسبة 80% من زيوت دوار الشمس من أوكرانيا وروسيا أيضا، مشيرا إلى أن هذا النوع من الزيوت يعتبر الأكثر استهلاكا للمواطن. كذلك الأزمة الروسية الأوكرانية منذ بدايتها رفعت سعر زيت النخيل والسويا بنسبة 20%، وانعكس هذا الارتفاع على أسعار زيوت دوار الشمس والذرة محليا. نمر إذن للمغرب. بالنسبة للمغرب، لم تغب الأسعار عن تصريحات الحكومة المغربية منذ تنصيبها، حيث تسعى لتبرير الزيادات التي تعرفها بتداعيات الأزمة الصحية التي أثرت بأسعار العديد من المواد الأولية. وجاء الغزو الروسي لأوكرانيا ليزيد من مخاوف الأسر من موجة جديدة لارتفاع الأسعار، وهو ما جعل الحكومة تخصص دعما. هذا الدعم نسبته 1.7 مليار دولار لغاز الطهو، 1.4 مليار دولار لدعم الكهرباء، 60 مليون دولار شهري لدعم دقيق القمح اللين، و300 مليون دولار لدعم السكر. في سياق ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، أيضا اشتد الضغط على الحكومة في الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية.
نواصل في موضوع آخر أو في بلد آخر عفوا، سوريا. بالنسبة لسوريا تعيش الأسواق السورية حالة هستيريا منذ 4 أيام بسبب الحرب المندلعة في أوكرانيا، حيث أن عرض السلع والمنتجات بالأسواق السورية تراجع بنسبة 30%، ما رفع الأسعار بالنسبة ذاتها مع زيادة الطلب وتفشي ظاهرة الاحتكار التي هي السبب الحقيقي للفوضى في الأسواق. وكانت حكومة بشار الأسد قد أصدرت قرارات ترشيد وتقشف بهدف إدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها لتقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي للمستهلكين بحسب بيان حكومي. ويرى مختصون أن أول آثار الحرب الروسية على أوكرانيا سينعكس على خبز السوريين بعد تراجع الإنتاج السوري من القمح من أكثر من 3 ملايين طن قبل عام 2011 إلى نحو 900,000 طن الموسم السابق، واعتماد نظام الأسد على الاستيراد من روسيا أولا ثم من أوكرانيا. ويرى الخبير النفطي عبد القادر عبد الحميد في حديثه أن أثار الحرب ستتجلى بشكل كبير في توافر وسعر المشتقات النفطية بالأسواق السورية في بلاده التي كانت تنتج أكثر من 380 ألف برميل نفط يوميا قبل عام 2011، لا يزيد الإنتاج بمناطق النظام اليوم على 30 ألف برميل فقط، وبقية الفجوة يجري استيرادها من روسيا ومن ثم من إيران. تليها مصر. مصر تكلفة متزايدة لتأمين الاحتياجات، حيث أن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد قال أن بلاده تأمل ألا تمتد الأزمة الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، وذلك تفاديا لتعرض موازنة مصر لضغط شديد، مشيرا إلى العمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلا من موسكو وكييف. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن سعد قولها أن من أمس أن مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية، وروسيا وأوكرانيا هما عادة أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية من القمح 50%، في حين واردات مصر من القمح في عام 2021 من أوكرانيا بلغت 30%، وذلك حسب وكالة رويترز. وبعد خفض وزن الرغيف المدعوم تفكر الحكومة الآن في زيادة سعره، وبسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قفزت العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 9 أعوام، وذلك نهاية الأسبوع الماضي. نمر إلى السودان. تعد السودان من أكثر الدول العربية تضررا من الحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة في حال طالت الأمد الأزمة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته والقمح لكون روسيا المنتج الأكبر له. كذلك سيتأثر السودان بارتفاع الأسعار العالمية للنقل والتأمين، ويفاق من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المواطنون. وحسب أيضا بيانات رسمية صعد التضخم السنوي في السودان إلى 359% سنة 2021 مقارنة بنمو بلغ 163.26% سنة 2020، وذلك في مؤشر على تصاعد أزمات الغلاء رغم الإجراءات الحكومية. إذن هذه مختلف البلدان مشاهدين التي تأثرت بالحرب الأوكرانية الروسية. ليبيا هي الأخرى، المواطنون يؤرقهم نقص في الأسعار وأيضا غلاء الأسعار. تابعنا منذ قليل الإجراءات التي اتخذها وزير الاقتصاد محمد الحويج، ونبقى في انتظار أكيد أن تفرج هذه الأزمة في الأسواق الليبية. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونعود إليكم. مساء النور، مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. نواصل معكم اقتصاد بلس ونمر لجولة في الأسعار. إذن جولة في أهم الأسعار المتداولة في الأسواق الليبية، ما بين الخضروات، المواد الأساسية، اللحوم، وأيضا أسعار العملات لليوم، نتابعها في هذا التقرير.
أما أسواق بلاس لليوم فنأخذكم فيها لجولة في محل بيع الأجهزة الكهرومنزلية لنتعرف على مختلف الأسعار. عندنا منتجات زي ماكينة الكريب هذه تو عليها سحب شهر رمضان، في منها ثلاثة مقاسات. هذه المقاسات الثانية ماكينة الكريب 90 دينار، الثانية 85 دينار. وعندنا عديد من الخلاطات طبعا، الهومر، وفي ذات الخلاط هذا البرو كسار التلج 1800 واط، السعر ب 300 دينار. التلوازة هذه بروحها 36 قطعة، ورحيات التوابل نوعين 300 واط حتى هي، السعر طبعا هذه ب 110 وهذه ب 98. طبعا عندنا طنجرة ضغط كهربائية حجمين 6 لتر و 8 لتر، هذه بقوة 1000 واط وهذه ب 1100 واط، السعر طبعا هذه 215 وهذه 295. نهاية حلقتنا لليوم من اقتصاد بلاس، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.